أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في هذا العرض رجع الصدى. الليلة باش نحكيه على موضوع شغل التوانس فاقس بالأخص بعد هطول الأمطار واللي تثبتوا في شلل كلي في حركة المرور في المستشفيات في بالنسبة للمواطنين الكل. من هارين صفاقس شهدت هطول الأمطار غزير وغزير جدا اللي تسبب بفيضانات وتسبب العديد من المخلفات اللي نقولوا احنا مخلفات ممكن نقول مش ملموسة. بعد نهارين تعادى كل شيء وفات المطار، لكن فما برشا مواطنين تضروا برشا من المطار هذه. اليوم يحضر معايا في الاستوديو سي فوزي جابر كهيئة مدير بإدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز. أهلا وسهلا بك سي فوزي. ويحضر معنا كذلك سي نادر الزويري مهندس أول بالإدارة الجهوية للتجهيز بصفاقس ورئيس مصلحة الدراسات والأشغال الجديدة. أهلا وسهلا بك سي نادر. أهلا بك. كذلك مكالمات هاتفية إن شاء الله بعد شوية مع سي كمال القرقوري بلدية صفاقس، وإن شاء الله هنحاولوا أن يكون حاضر معنا شكون من ديوان التطهير بصفاقس، بما أنه برشا صفاقسية قالوا وأكدوا أنه المسؤولية هذه مسؤولية مشتركة ويحبوا يفهموا منين الخلل هذايا، منين المشاكل اللي جاية، خاصة وقت هطول الأمطار. إذا كان ساعتين من زمان ولا ثلاثة سوايع من زمان ولا حتى نهار كامل يسبوا في الأضرار هذه، شكون المسؤول؟ المواطن على عاتقه هذه المسؤولية، والوزارة وزارة التجهيز كذلك البلدية كل ما هو مختص في المجال هذا. اليوم باش نكملوا نحكيوا على الموضوع هذا اللي تطرقنا له، خاصه فريق الاخبار يتطرق عن كثب وكان حاضر مع المواطنين في ولايه صفاقس وحاول انه يغطي كل ما صار من يوم الخميس الى البارح العشيه. باش نبداو مع سي فوزي. سي فوزي، عندنا واقع بالنسبه للبنيه التحتيه فيما يخص معناتها استقبال استيعاب الكميات نتاع المياه، تصريفها، قنوات التطهير، صحي، كل ما يخص واقع البنية التحتية. هاد نبدأ قبل كل شيء نعرفوا شنو هو واقع البنية التحتية هذه في ولاية صفاقس. نحن نحبوا نحكيوا على البنية التحتية في كامل أنحاء الجمهورية، لكن بما أنه الحدث صار في صفاقس خلينا نشوف ولاية صفاقس شنو هو واقع البنية التحتية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نحمد ربي على الغيث النافع اللي نزل خاصة على جهة صفاقس، أنها جهة تشكو معناها في السنين الفارطة من نقص الأمطار، ومهما كان معناها صاحبها من بعض السلبيات، لانه معاش السلبيات هذه مقدور عليها ان شاء الله باذن الله. تبقى الجفاف والقحط لا قدر الله يكون معناها مآله اخطر واصعب على الانسان. حتى زاد السي فوزي راهو اضرارها الاضرار ان شاء الله مقدور عليها، ان شاء الله مقدور عليها على كل حال. اليوم ليله نحاولوا انه نطرحوا شويه المشكل هذيا ونحاولوا نلقاو الحلول، خاطر الغايه من الحصص هذيا بعد ما تصير بين قوسين وتطفى علينا الكوارث هذيا ديما نحاولوا انه نلقاو الحل وتفعيل الحل، مش نقعدوا نحكيوا على المشكل فقط. به واقع البنيه التحتيه على كل حال. بالنسبه للتفكير بما اننا نحكوا على الامطار، حبيت ان نعطي لمحه شكون المتصرف في الموضوع هذا، موضوع الأمطار والفيضانات وتصريف بالأمطار. هو في تونس يصير على ثلاثة مستويات. المستوى الأول معود به إلى مصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية، أي وتدخل المصالح هذه خارج منطقة العمران في مستوى الأودية وتقوم ببعض المشاريع للحد من خطورة السيلان نحو المدن. نعرف المشاريع هذه تتسمى معنا المحافظة على التربة والمياه اللي تربو سي اس، وهذا المستوى الأول. المستوى الثاني هو تدخل وزارة التجهيز. تدخل وزارة التجهيز في مستوى المناطق العمرانية، تقوم بدراسة وإنجاز مشاريع لحماية المدن من الفيضانات. هذا المستوى الثاني. المستوى الثالث وهو يبقى الأمطار الداخلية اللي تهبط المناطق البلدية واللي هي موكولة إلى الجماعات المحلية. البلديات. جماعات المحلية والجماعات المحلية هي توا الوقت الحاضر هي البلديات أو المجالس الولاية خارج المناطق البلدية. هنا حسب رأيي ثم هنا الحلقة الضعيفة، لأنه معناها المشاكل اللي تصير خاصة في المناطق العمرانية في داخل المناطق البلدية والإشكاليات هي ضخمة وتتطلب ربما معناها مشاريع كبيرة فنيا معقدة وتمويلات كبيرة، وهذاك علاش ربما حجم البلديات ما يمكنهاش باش تتدخل بطريقه جديه وطريقه بجدوى في الموضوع هذا. اذا كان نحكي على مستوى وزاره التجهيز ولا البنيه الاساسيه فيما يخص الحمايه من الفيضانات، احنا اخر فيضانات عرفتها مدينه صفاقس هي في اكتوبر 82،
وعلى أثرها تدخلت الوزارة وقامت بإنجاز دراسة وإنجاز مشروع ضخم لحماية صفاقس الكبرى من الفيضانات. المشروع هذا في الوقت ذاك كلفته كانت 34 مليون دينار، ومن بين مكوناته الرئيسية ثم الحزام كيلومتر 4، ما يسمى بحزام بورقيبة، هو قناة حزامي طوله 12 كيلومتر. وللتذكير نحب نظهر شنو هو الدور نتاعه، لانه ثم تو برشا ناس وخيان يقول لك الحزام ما عمل حتى شيء. لا، الحزام قاعد يخدم، لانه الحزام كيفاش يعمل هو؟ انه هو يستوعب مياه الامطار اللي تجي من الاحواض الصب العليا، اي ما بين تقريبا الطريقه الحزاميه كيلومتر 11 حتى الطريقه الحزاميه كيلومتر 4. المياه هذه كل يستوعبها الحزام بورقيبه قبل ما توصل البحر، قبل ما توصل المدينه، يصرفها نحو البحر قبل ما توصل المدينه. ثم تقريبا 50 كيلومتر مربع المياه نتاعها كلها تمشي في وسط الحزام، ثم تبقى الامطار اللي تنزل ما بين الحزام والمدينه. هذيك الامطار الداخليه تمشي بطريقه طبيعيه وتتمركز في مركز المدينه، اين توجد غاديك شبكات نتاع تصريف مياه امطار، شبكات قديمه شويه، وشبكات هذه عندها قدره استيعاب معينه، منها ما هو تابع للبلديه ومنها ما هو تابع لديوان وطني التطهير. والامطار اللي نزلت في 19 سبتمبر هي امطار تعتبر من الامطار الاستثنائيه، لان صبت تقريبا اقصى ما صبت 60 ملم في ظرف اقل من ساعه. هذه نصنفوها الحزام ينجم يستوعبها ولا الشبكات؟ لا، الحزام استوعب كما قلت لك، الحزام قام بدوره في استيعاب المياه اللي تجي من فوق. الحمد لله سي فوزي قام بدوره، خاطر كان قام بدوره لان كان الامطار كل المياه هذيك مشات نحو المدينه، فاش تكون معنا كارثه كبيره. هذا لازم المواطن يعرف. لان قبل الحزام المياه كلها تمشي للسنترفيل، لانه هذيك هي التركيبه الطبوغرافيه نتاع مدينه صفاقس كلها معناها تمشي في السنترفيل. دونك الحزام استوعب المياه اللي جات من فوق الى حد مستوى كيلومتر 4، ثم من كيلومتر 4 واحنا ماشيين لمركز المدينه هذاك ما يستوعبوش الحزام، لانه معناها طبوغرافيا المياه ديما تمشي خارج عن المجال نتاعو. وين يمشي؟ يمشي لوسط المدينه. وسط المدينه سيمشي سواء بطريقه سطحيه سوبرفيسيالمون ولا عن طريق شبكات، شبكات يقال فيها ربما هي شبكات صغيره ماهي شبكات كبيره. والشبكات هذه فيها اللي كما قلت لك يتبع للدول الوطنيه التطهير، وفيها اللي يتبع لبلديه صفاقس. الشبكات هذه ظهرت بالحق معناها في عديد المناسبات انها شبكات قديمه وما قادتش تواكب المستجدات اللي موجوده حاليا، سواء مستجدات عمرانيه طبوغرافيه وحتى مناخيه. بالتالي معناها الشبكات هذه مطلوب اعاده النظر فيها وتدعيمها، حتى ان يمكنها باش تصرف المياه السيلان في اقصر وقت ممكن. غير ممكن باش نقول احنا نتصرفها في وقت معناها وجيز جدا، لكن ربما تحسين القدره نتاعها. هذا ربما نحكيو فيه معناها في اطار اخر. من بعد تو نجيو ندخلوا اكثر تفاصيل فيما يخص الشبكات هذه الموجوده الصغرى، والشبكات اللي قلت عليها انت صراحه قلت قديمه شويه، نقول قديمه برشا اذا كان هكا، معناتها تو نرجو الشبكات هذه هل فيها صيانه ولا لا؟ هل فيها معناتها اعاده تمركز ولا لا؟ نمشيو مع سي نادر زويري، مهندس اول بالاداره الجهويه للتجهيز بصفاقس ورئيس مصلحه الدراسات والاشغال الجديده. سالت سي فوزي قلت له واقع البنية التحتية تو من الشبكات هذه اللي تستوعب في المياه وتصرفها، وإلا غيرها كما الحزام اللي حكى عليها سي فوزي، العديد من المشاكل اللي تو تعرض للمواطن في مدينة صفاقس. نجيك مساج فرد سؤال واقع البنية التحتية تو في صفاقس. بصراحة مانيش مش نضيف برشا على السيد اللي قال سي جبرة، تقريبا أتعرى كل شيء في موجز، لكن احنا تقريبا الاشكاليات اللي صارت في 19 سبتمبر تب مدينه صفاقس، ما احناش باش نحكيو على المدن او المعتمديات المجاوره، فهمتوا، حتى في بعض الاحيان تشكي زاد او تشكو من نقاص التدخلات الوزاره نتاعنا بصفه عامه، تهذيب بعض الطرقات، احداث مسالك فلاحيه لفك العزله عن بعض المناطق. لكن الإشكالية الكبيرة كما قال سي فوزي هي في من البحر الكيلومتر 4، الحزام كيلومتر 4 هي أهم مشكلة، فهمت ولا؟ من الكيلومتر 4 كيلومتر 11 فما إشكاليات، لكن الحزام يستوعب المياه الأمطار، وفي بعض
في بعض المعتمديات المجاورة صار شوية تدخل من الوزارة في بعض كما الطريق الجوهري 119 وقع تهذيبها من مشروع ضخم رابط على 56 كيلومتر يربط طريق أنا سميه طريق حزامية رقم 40 فهمت لما البحر البحر من محرس حتى الجبنينة في اللوزة فهمت كانت عقارب مثلا قبل كانت تنعزل بالمياه الامطار تهذيب الطريق هذا حمام مدينه عقارب فهمت ولا لكن نرجع للصفاقس فما عده اشكاليات مانيش ماشي نقول لا مثلا عده اشكاليات خلينا نطرحوا الاشكاليات من بينها الريزو يعني الشبكه تحتاج الى مراجعه فهمت ولا طبعا نتناقشوا ونطرحوا شويه بعض الاقتراحات. مثلا نجموا نبداو في قلنا الشبكات هذه لازم اعاده هيكله او اعاده صيانه حقيقه كيف المواطنين التوانسه معناتها كي نسمعوا نقولوا شبكات قديمه الحزام هاو نعرفوها ظاهر اش معناتها حزام الشبكات هذه القديمه يتم معناتها قديمه قداش عندها من عام معناتها هي تحت الارض معناتها. منذ احداث الطرقات فهمت احنا كان لما يتم احداث او تعبيد طريق نفكروا في الدريناج نتاع الماء فين مش نهزوا الماء نتاعنا وين يمشي يصب الماء فين مش يصب الماء فما بالوعات فهمت ولا خاصه بالماء كان قبل في الثمانينات وبدات في التسعينات على ما اظن انه الريزو نتاع الماء هو بيد الريزو يعني الريزو نتاع يعني شبكه تصريف المياه هي بيدها شبكه المياه المستعمله تو طورت الامور ولا كل فصل بيناتهم يلزم الفصل بيناتهم فهمت ولا اكيد خاطر استعمال الماء وتصريفه مش كيف فهمت خاطر ساعات كي يجي دبي خويا يرجع الماء على دير العباد واللي في حاله مزريه فهمت ولا نشوف انا ما نجموش نيكاليزي ولا البروبليم في 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 مجموعه في بلديه ولا في تجهيز ولا الناس كل مساهمه بشكل او اخر في الحكايه والناس كل مدعوه الى ايجاد حل فهمت ولا ما يستيشي كوره كل واحد يخلي مسؤوليته لا الناس كلها مع بعضنا ونحكي ونقترحوا احنا حاولنا نتصلوا بديوان التطهير بصلاح الدين شعبوني حابين نكلموه حابين انه يتدخل معنا لكن صلاح الدين رفض انه يكون حاضر معنا في البلاتو تذكير فقط احنا كي نطرحوا موضوع كما هكا راهو نطرحوا نحبوا نشوفوا وين المشكل ونطرحوا الحلول ماهيش الغايه منه انه نتشفاو في شخص او نجيبوه او معناتها نخلقوا او نوتروا الوضع هو مش ناقص لكن نحاولوا انه نجيبوا مع بعضنا نحاولوا ان الناس تكون حاضره معنا في البلاتو باش خلي المواطن التونسي يفهم وخلي زاده الاداره اذا كان عندها توضيح توضع قبيله في الكواليس نحكي انا وسي فوزي وسي نادر معناتها برشا لبس بين المواطن وحتى الاداريين مش عارفين معناتها وين المشكله بالضبط شنو هي الحلول معناتها كي نستدعوا احد بحذنا معناتها ماذا بينا يكون حاضر باش يسهل مهمته ويسهل زاده على المواطن انه يفهم خاطر في الريبورتاجات وتوم بعد تتفرجوا معايا ضيوفي الكرام انه فما العديد من التساؤلات كل واحد يقول ديوان تطهير عنده دخل ديوان تطهير عنده دخل البلديه عنده دخل وزاره التجهيز تتحمل الدخل او تتحمل المسؤوليه الكبرى في ما يخص الموضوع هذايا ما يسالش مع بعضنا ماذا بينا نكونوا متعاونين باش على الاقل نخليوا الفرصه للناس الكل باش تعطي رايها وتقول شنو يلزم يصير وان شاء الله الليله نحاولوا نخرجوا بحلول فعليه معناتها نطالبوا انهم تكون على الاقل على المدى المتوسط مش على المدى البعيد على خاطر التوانسه تعبوا خاصه في وقت الامطار تجي مطر خفيفه نتاع ساعه من زمان نكونوا في المشاكل به سي فوزي عندنا اسباب للعجز هذايا برشا مشاكل في الشبكات هذه شبكات قديمه اللي بتنجمش تقدم او تكون تعمل واجبها معناتها شبكات قديمه من الثمانينات ولا من معناتها منذ معناتها تعبيد الطرقات او خلق الطرقات هكا وبرشا مشاكل معناتها مش على خاطر مطر ولت البارح معناتها عندنا قداش نحكيو فيها والوزاره وزاره التجهيز اللي ما نكذبش عليك سي فوزي ديما يحملوها المسؤوليه معناها راك تشوف من ديوان تطهير ما حبش يحضر فما اللي كلمناه زملائي قبيله شويه في البث قال كيفاش تكلموني توا يذكروني باسمه شكون او شنو هي الجهه المرصوده سي معز القبطي معاش
فوالا المعتمد الاول بلاد صفاقس قال كيفاش تكلموني تو على غراده، معناها مثل شراو سي معز ماذا بينا تكون متعاونه معنا باش على الاقل تخلي انت مسؤوليتك والمواطن يكون فاهم شنو عنده به. نعلقوا الظفرين هذوما اسباب العجز هذايا. ربي نزيد نوضح ربما لرفع اللبس عن وزاره التجهيز، مش ربما معناها باش نرمي الكره لغيرنا، وانما كما قلت لك معناها وزاره التجهيز تدخلها ويصير على مستوى بدايه المناطق العمرانيه واداره المياه العمرانيه هي المكلفه بالشيء هذا، وقاعدين نقوم بدراسات انا نخدم على ثلاثه مستويات، اعداد الدراسات، انجاز المشاريع، والصيانه والتعهد نتاع المنشات رجع علينا بالنظر. احنا كما قلت لك معناها تقريبا من بعد الفيضان تاع 82 انجزنا عديد المشاريع في صفاقس الكبرى، في الحنشه، في المحرز، في جبنيانه العامره، في قرقنه، واخيرا في الحي التعويضي من معتمدي صفاقس المدينه، واللي هو يعتبر مشكل تصريف 100 امتار. لانه نظرا الى حجم المشروع كبير فتبنيت وزاره التجهيز وانجزنا فيه قسط عام 2011، والقسط هذاك هو قسط وظيفي قام بدور فعال في الحد في ان الحد من حده السيول، وهذا معناها يقر به حتى المواطنين وحتى الناس اللي معناها شافوا. الجانب الثاني هو في الدراسات، احنا قاعدين وزاره التجهيز قاعدين عندنا معناها بنك بتاع معلومات، عندنا عديد الدراسات نستبق الاحداث، عندنا دراسات في منزل شاكر، في عقارب، في الغريبه، في العوابد، في عديد المناطق، وعندنا في برنامج 2013 مش نطلقوا كيف كيف دراسات اخرى تهم منطقه ليمايه، منطقه بير الشعبه، منطقه بير علي، وبالتالي معناها نستبقوا الاحداث ونعملوا دراسات سواء على مستوى دراسات اوليه باش نشوفوا معناها نشخصوا الوضع ونشوفوا تمشي ربما شنو الحلول استشراف للمستقبل، وحل بدراسات تفصيليه اذا كان ثم معناها برامج يقع معناها ترسيمها في الميزانيه. الباب الثالث اللي نخدموا عليه هو باب الصيانه والتعهد. احنا قاعدين نعملوا في الصيانه وتعهد المنشات راجعين بنظر بطريقه معناها صيانه دوريه على مدار السنه. ولاول مره في صفاقس وقع تكوين مركز للصيانه. هذه اول تجربه صارت معناها على مستوى تراب الجمهوريه في صفاقس بعد ما انجزنا المشروع نتاع حمايه صفاقس من الفيضانات في الثمانينات، وقع تكوين مركز للصيانه وفيه فريق متكامل يشرف على استغلال المشروع هذايا والصيانه والتعهد والجهر والاصلاح وغيره. ثم مشينا دعمنا الشيء هذايا بحكم معناها كثره الاشكاليات والشبكات كثرت بتاعنا، ولينا نخدموا حتى عن طريق الصفقات عن طريق المقاولين بصفقات، وعندنا توا حاليا عندنا صفقه اطاريه انجزتها الوزاره مع مقاوله، صفقه اطاريه تدوم 3 سنوات، الكلفه السنويه للاشغال الصيانه توصل 500,000 دينار سنويا. قلت لي 500,000 دينار سنويا الى الصيانه لصيانه المنشات رجع لنا بالنظر راجع بالنظر بها. باش نقول لك المستودع بارك او المستودع عدد 5 في صفاقس اللي هي منسوب لوزاره التجهيز، وصلتنا معلومه نحب نتاكد منكم كان تعرفوا ولا لا، معناتها احنا توا الجهه المخوله هي وزاره التجهيز، فيها الورشات نتاعها تعج بالمعدات وتعج بال قولوا احنا هاي تقولوا كاميونات ولا كل ما هي مصالح اللي باش تعد الى الصيانه اللي هي معطله عن العمل وما تمت لهش صيانه، هذا الامر هذا صحيح ولا لا؟ لا هذاك سامحني الورشات تحكي لي هذاك لصيانه الطرقات، هذاك يتبع الزميلي او الاداره الجويه للتجهيز، اما احنا اداره المياه العمرانيه اللي مكلفه بموضوع الحمايه من الفيضانات عندنا ورشه نتاعنا في ساقيه الزيت ومجهزه بالاليات، لكن صحيح معنى الاليات هذه قدمت وفي وقت من الاوقات السياسه نتاع الدوله وقت مشات في اتجاه الخصخصه، وبالتالي معناها حتى ما من العمل بصفه مباشره وقع معناها التضييق عليه، لانه تو في بعد الثوره معناها حاولنا باش نحركوا شويه ربما نحاولوا باش ندعموا المركز هذا سواء بتجديد الاليات ولا ربما باعوان جديده. اما بقطع النظر على ذلك كما قلت لك احنا قاعدين نخدموا عن طريق المقاولات بصفقات عموميه في موضوع صيانه المنشات المائيه مش الطرقات. والصيانه منشات الطرق صيانه الطرقات كل نعم قداش الصيانه هذه كل قداش؟ الصيانه دوريه تبقى لبرنامج على مدار السنه
ندخلوا على مدار السنه وكل مره مرتين في العام معناها نعطيك بالنسبه مثلا للقناه الحزاميه كيلومتر 4 التدخل في كل شهر مره في الشهر مره في الشهر ثم مناطق مرتين في الشهر ثم مناطق مره في العام ثم كيما مثلا المحرس كيما ثم مناطق ندخل حتى مره 3 شهور حسب حجم المنشآت هذه وحسب معناها طبيعتها وطبيعه وتعمل في متابعه للصفقات هذه تقوموا بها بطبيعه الحال هي صفقه تاتي باكلها هي صفقه عموميه تاتي باكلها والدليل كونه احنا من نقول احنا راهو حده الفيضانات نقصت برشا في صفاقس بعد انجاز المشاريع هذه خاطر لو كان نشوف احنا جات امطار ما فماش برشا راسي بالضبط لما جات امطار قويه احنا كي نشوفوا مثلا كان نعرجوا شويه تاريخيا على الفيضانات نتاع 82 شنو اللي نجر عليها في 82 كان ربما نذكر معناها بسرعه فقدنا فيها 70 شخص فما قرابه 700 منزل وقع تدمير بالكامل هي مسي فوزي ماذا بينا نقارنوا بالاحسن مش بالضبط اللي حبيت نقول لك على راهو احنا معناها بعد انجاز المشروع وبعد انجاز المنشآت هذه راهو تحسنت برشا ما بقاش نحكيو على فيضانات بالمعنى الدقيق نتاع فيضانات ولات هي تراكمات نتاع مياه في بعض المناطق لمده زمنيه ثم الماء راهو يمشي هذا اللي لازم نحسنوا فيه باه نحسنوا فيه هو عباره على تراكم مياه حتى اللي صار في مدينه صفاقس هو كون المياه تراكمت لمده زمنيه يظن لي بعد 24 ساعه معناها الماء كله مشى شوفوا بعد 24 ساعه الماء مشى والا لا سي نادر نرجع لك بعد شويه بما انك رئيس مصلحه الدراسات والاشغال الجديده فيما يخص الصيانه هذيا والمتابعه والاشغال الجديده اللي تنجم تكون تمنع شويه او تمنح شويه امل بالنسبه للمواطن التونسي مشينا خرجنا نهار هطول الامطار نهار الخميس وشفنا المواطن التونسي كيفاش مستمتع بمياه الامطار في قلب ولايه صفاقس نتفرجوا على الفي تي ار هذه ومن بعد نرجعوا نكملوا حديثنا. عطلت مصالحك برشا برشا انا عابط ارجع معناها للسبيتار حاجه معناها مر صحي ما قلتش فيش نمشي عرضت نمشي اكبر شوف القياسات كيفاش الكهرباء معوقه العباد مش على السقي ما خاوش كيران ها مش على الخزينات ما خيش عاش نمشي الناس كل هيك تعبت بالسيف سرحناها احنا وسرحنا بيدينا بالساعه احنا نسرحوا في اللي زيقو كل سرحناه احنا نخدموا خدمه الناس والبلديه والكل باش سرحنا باش نجم نعديو في العباد وقتاش كملت القرايه؟ بالسايكه انا من نص النهار من 8 حتى للتو ما نجمتوش تروحوا؟ تروحوا لا حتى الكيري ما فماش مسا هيك غرقنا ما كانش يوصل هكا الماء باش ترجعوا للقرايه؟ نرجعوا ساعتين هكا ما قريناش نخدم هذه ساعتين وما لقيتش علاش نمشي تخدم؟ نخدم في بودريير لازمك فلوكه ظهر لي يا يمكن فلوكه نستنى في رحمه ربي تولى ثم كارلا تاكسيات الترونسبور احنا من الصباح مريت شكار انا خدمت الصباح انا حصلت في جرد الدكار في الزيتونه اللي تقول له الكار ما حبش تخرج شوفير تحكي معاه يقول لك لا انا ما نخرجش المطر تاكسيات هذوكم حاجه اخرى باش نطلعوا من البلاد على سقينا باللي طايح واللي بالدم بالدم طلعت نبكي لا ثماش ترونسبور ما ثماش لا كار لا تاكسي حتى وقفني له قال لك انه طلق ب 10000 ليش فما ب 10000 لقينا لا كيران لا تاكسيات ما كراه بلا حد شيء فرج في حالتنا كيفاش واحد صفى السروال وصل البلاد واكل بعضها بالماء فهمني صدقني الماء يضرب للركبه غاديك كامل طاح نتاع البيت امي مسكره تسكن فيها السقف هذا كامل طاح وسقف البيت الوسطانيه طاح ديما موجود الكونفينيون افونتاج كل شيء موجود الحمد لله الحمد ربي على نعمته الحمد لله مسؤوليه شكون مسؤوليه العبيد مسؤوليه الحاكم احنا لا غلب فديت من الدوله دوله نتاع الزوال مش دوله فدينا المسؤول الاول على الحاله هذه هو مدير اليونس الاول على الحاله هذه نتاع الماء ها والحاكم كامل مسؤول بلديه مسؤول التجهيز مسؤول النقل وزاره النقل صافي ملوحات يريد اش انت شكون لوزوا لها ما ثمش مسؤولين ما ثمش ما نعرفش زيكوات ما فماش ماهيش حاجه كبيره برشا الحجم صغير هذاك هو
تقرير فيما يخص هطول الأمطار نهار الخميس. شكرا لزملائنا في قسم الأخبار اللي أمنونا التقرير هذا. هاكم كنتوا تشوفوا معناتها المواطنين ولو هما يصرحوا في البلوعات ولو هما يخدموا في خدمة البلديات كما قلت سي فوزي اللي هي راجعة بالنظر إلى المصالح أو الجماعات المحلية اللي هم البلديات. المواطنين معناها تعطلت مصالحهم حتى من اللي تاكسي سي نادر خذوا فيهم باي معناتها ب 10,000 وليت أنه يقلوا من مكان إلى آخر. به نرجع معك سي نادر. يسألوا على المسؤولين المواطنين قبل ما نسألوا على نوصل للحلول. يسألوا على المسؤولين وين هم المسؤولين؟ فماش حتى حد مسؤول في البلاد. مسؤولية شكون بالحق معناتها قبيلة قلنا راهو تقسم لكن في حالة كان هكا معناها يا فما لجنة مجابهة الكوارث في رئاسة السيد الولي تضم عدة إدارات منها التجهيز منها البلديات منها الحماية المدنية وتجهيز الحق دخلت باش تخفف من الإشكاليات اللي صارت لبرشا عباد. تم تدعيمنا ب 10 مضخات من الوزارة زوز مضخات من وزارة من الإدارة الجاية بسيدي بوزيد. هذوما وصلوا نهار الأمطار نهار الأمطار باش وقفوا نهار في الليل نهار الخميس في الليل كيب كاملة حاضرة يعني بالشفرة كذا يعني اجتهدت الوزارة على غالب لازم تو نشوفوا حلول. هي حاولت اقصى ما يمكن باش تخفف من الوطأة نتاع المصيبه هذه اللي صارت ولا ما نقولوش مصيبه هي ديما الامطار ديما عندها خير لكن صارت باش اشكاليات مشكل حتى في الريبورتاج اللي عملتوه احنا بالفيسبوك شفنا حالات لا مازلنا جايين خاطر قبيله سي فوزي قال 24 ساعه وتنحى كل شيء باش نشوفوا 24 ساعه استنينا 48 ساعه سي فوزي فما احياء صحيح مازلت حتى لتو ما تنحتش فما وحيد تصرف المياه تصرف الماء كما في باب حر تقريبا المياه اقل من 24 ساعه وتصرفت الله خير عاد كان باب حر لكن فما بعض احياء اللي هي منخفضه فيها اشكاليات فما اشكاليات ومواطنين تعبوا شويه وزاد ولا تعبوا برشا سنين زاد للاسف زاد بعض المواطنين في اسمه هو الاشكال راهو مش كان في سفيقس نحكيو راهو في ال 24 ولايه نحكيو بصراحه في تونس الكبرى فما اشكاليات في سيدي بوزيد اشكاليات في سفيقس اشكاليات فبالتالي نقترح انا لازم نخلقوا هيكل خاص لتصريف مياه الامطار. هيكل خاص به هو اللي عنده المسؤوليه المباشره كما لونس يعني هيكل او ديوان خاص بتصريف مياه الامطار لانها اشكاليه ماهيش اشكاليه خاصه بالشخصيه اشكاليه خاصه على كامل انحاء الجمهوريه. فبالتالي الهيكل هذا دعمه هو اقتراح راهو ما يسالش احنا هنا باش نلقاو حلول معناتها يتم تدعيمه من الحكومه ويكون عنده استراتيجيه واضحه ومعدات واعوان ويدخلوا لتصريف مياه الامطار وفي الاثناء نشوفوا بعض المشاريع اللي تحد من وتنقص من الضغط نتاع الامطار خاصه في وقت تجي كميات كبيره كما صار نهار الخميس راهي تقريبا 60 ولا 70 ولا حتى 80 ما عادش الرقم بالضبط في تقريبا في 5 درجة ديجا تحصرت لبرا ومشيت في الماء يعني بون هي دامت 7 درجة تحديدا درجين تولى نقصت لانتونسيتي يعني القوة نتاع الماء لكن في 5 درجة 60 او 65 ملم ولا 70 ملم راه مش شوية في 5 درجة فبالتالي راهو البالوعات تحب المقيد كما قلنا راه بتاتر تحتاج الى ركاليبراج الشبكة كاملة فهمت ريدومونسيونمون نتاع الشبكة على هذا قداش تحب الوقت سي نادر اذا كان باش اعادة تهيئة للبلوعات هذه القنوات الصرف الصحي الى القنوات اللي تصاعب المياه قداش تحب الوقت معناها طول تبارك الله المطر خلينا من ولاية صفاقس برشا ولايات اخرى معناتها المطر ديما تجي كيما هكا وديما نعاودوا نفس معناتها نعيشوا نفس الحكايه قداش معناتها تحب لها 6-7 سنين باش تعاود تهيئه 20 سنه لقدام حد لا يجي يعطيك لازم دراسه راه الامور ما تجيش بصفه طبيعيه مع العامين وثلاثه مصالح مختصه يظهر لي لازم دراسه فيها عده مدخلين باش يقيموا الوضع ويشخصوا الوضع ويقترحوا الحلول والحلول هذه مدى نجاعتها فهمت مادة. خاصه مدى نجاعتها وعلى كل حال لو تسمح انا عندي معلومه كونه اخيرا الدول المنظمه للتطهير تعهد باش يقوم بدراسه كبيره في عديد الولايات في 6 ولايات ومنها ولايه صفاقس لتقييم الشبكات سواء شبكات تصريف مياه الامطار ولا شبكات تصريف المستعمله اعاده تقييمها واقتراح
حلول جذريه للموضوع هذايا، اخذ بعين الاعتبار للعوامل الجديده المستجده، سواء عوامل عمرانيه، التطور العمراني كبير ياسر، كبير تطور البنيه الطرقيه، تبدل حتى المناخ، برشا معطيات تبدلت، هذيك لازم اخذها بعين الاعتبار في الدراسه هذه، والدراسه هذه مش تدوم تقريبا 30 شهر على يعني مستوى الدراسه فقط. دونك بكري تحكي على ربما اشوانسي معناها وقتاش باش تصير العمليه، دراسه 30 شهر، ثم يبدا بعد ربما التفكير في التمويلات وشكون باش يخدم وشكون باش يعمل، هذاك موضوع اخر. اما على مستوى معناها التشخيص الاشكال وتصور الحلول، هذايا انطلقت فيه معناها الدول الوطنيه للتطهير، مكتب دراسات اجنبي مع مكتب دراسات تونسي، واتصلوا حتى بينا وخذوا من عندنا معطيات وبداوا في الدراسه هذه. تبقى هذايا ربما يكون على مستوى بعيد شويه، لون تيرم، اكور تيرم، على مستوى قريب كاسك الفوفير. انا حسب رايي معناها ربما معناها خلاف المقترح اللي قاله زميلي بخصوص هذاك موضوع ربما تشريعي يتطلب قرار سياسي او قرار حكومي، إعادة النظر في القانون اللي يصير توا الموضوع هذايا، المنظومة نتاع تصريف مياه الأمطار، باش ما تبقاش مقسمة بين عديد الهياكل وعديد المدخلين، حتى أنه باش ما يقعش كل واحد من الكرة الآخر ويقع ضعف في التنسيق، وتولي ثم إذا كان ثم حلقة معناها ضعيفة فسلسلة كلها معناها تطيح، بالتالي إعادة النظر في الشيء هذايا. والموضوع هذايا راهو الملف تطرح على مستوى حكومي في خلال معنا السنوات 2003-2004 وصارت فيه برشا مقترحات، لكن للأسف ما لم يقع استكمال الملف هذا وما خرجوش بحتى حل، وبقات الأمور كما هي. فمش حتى حل على خاطر البنية التحتية من أولها؟ لا لا، موضوع لا، هذا قلت لك موضوع تشريعي معنا قانوني، معنا يلزم وضع تشريعات جديدة تتلائم مع الأوضاع الجديدة، حتى أنه يقع معنا تجميع التصرف في مياه الأمطار في هيكل واحد، مش كما قلنا بكري ثلاثة أو أربعة هيكل متدخلة فيه، فلاحة، تجهيز، والجماعات المحلية، وفي بعض الأحيان دول وطني تطهير. فهذا الموضوع الأول، وهذا ربما يتطلب معناها قرار حكومي أو قرار سياسي، وهذاك يبقى معناها من الحلول الجذرية. فما الدراسات اللي قلت لك عليها وانطلقت على حسب علمي معناها دول وطني تطهير، معناها انطلق في الدراسة هذه. ثم بعض الحلول القريبة يلزم معناها البلدية تأخذها بعين الاعتبار. أولا حسب رأيي أنا نقترح باش يتكون في صلب البلدية فريق يختص بمتابعة شبكة تصريف مياه الأمطار وصيانتها وتنظيفها بصفة دورية على مدار السنة، ما نكتفيوش قبل الخريف نذكروه قبل الخريف من هير ولا باثنين ولا بعد أمطر. يلزم حسب رأيي ثم فريق يتكون على مستوى البلدية، الهم الوحيد متاعه والهدف الوحيد متاعه هو العناية بشبكة تصريف مياه الأمطار، اللي هي شبكة كبيرة برشا وشبكة قديمة، ويلزم معناها التركيز على العناية بها. ما نحطوهاش هي معناها تابعة لمصلحة التنظيف ومصلحة النظافة من عرسل، معناها وتبقى هي معناها حاجة ثانوية مهمسة. هذه هي الحاجة. الحاجة الثانية ربما ثم بعض التدخلات العاجلة اللي تمكن من معناها تحسين قدرة استيعاب الشبكات هذه بالنظر إلى شبكة البالوعات أو الفوهات اللي تستوعب بها الأمطار، سواء يعطي النظر في موقعها في حجمها وحتى في العدد متاعها، وخاصة في مستوى المفترقات. مستوى المفترقات أنا نشوف فما ضعف في الشبكة اللي تستوعب بها الأمطار، ما نحكيش على المسيل للشبكة الرئيسية، أما حتى الشبكات أو المنشآت اللي نسميهم احنا ليروغارا جري اللي يستوعب من الامطار. بكره شفنا احنا الرقاره معريه وهي تستوعب في كميه كبيره من الامطار، هذيك لازم يعطي نظر فيها وتحسينها وتدعيمها، وهذا حوايج معناها مش صعيبه ياسر. هي حبيت نقول لك معناها لو كان يقع معناها التكبير في الشبكات هذه في الرقارات هذه واضافه اعداد اخرى في مواقع اخرى، من شانه باش عمليه الاستيعاب تكون احسن، وبالتالي عمليه ركود المياه تكون اقل، الوقت ركود المياه يكون اقل. هذا معناها نجم يكون معناها من بين الاجراءات اللي تنجم تاخذها البلديه وما تطلبش حاجه كبيره ياسر. ثم مشكل اخر اللي هو طفاء معناها اخيرا، هو مشكله الفضلات المنزليه. هذا زاد مشكل راهو من شانه باش يعيق، اكيد باش يعيق وظيفه المنشات هذه. حتى المواطن هنا في حد ذاته راهو طرف في الاشكال هذا، ما نعرفش المواطن او البلديه هذا خير ما ندخلوش فيه. هي مسؤوليه مشتركه. المهم هي شنو هي الرقاره، ساعات ساشي تسكرها، ساعات حاجه بسيطه تسكرها. دونك
القاء الفضلات بجانب هالشبكات هذه او حتى بعيد عليها من شانه وقت تجي الامطار كل تسحبها هي نقاط منخفضه اذا كانت تسكر الرادارات هذه وبالتالي ما بقاش معناها نجم تخدم وظيفتها. هذه زاد معناها هذه مسؤوليه مشتركه من طرف المواطن والبلديه. لا وعطات معناها وخاصه اخيرا مش قلت الفضلات اللي تكاثرت في مدينه صفاقس تاثيرها كان مباشر في التقليص من قدره استيعاب الامطار في الفوات هذه. واضح انا بكري حتى شفناه الرجاله معنا فوق منها برشا فوق منها برشا اوزاخ وبرشا كذا وهذا كينقص من قدره السعر نتاعها. من بعد زاد عندنا تقرير تم معناتها اعددناه كان فيه زاد مشكله اكبر مشكله هي الفضلات اللي ساهمت بصفه كبيره وكبيره برشا انها ما تخليش المياه هذه تتسرب او تمشي لمكانها الطبيعي. بعد شويه عندنا مكالمه هاتفيه مع السي كمال القروري مساعد اول رئيس النيابه الخاصه ببلديه صفاقس يعطينا شنو تدخل البلديه في حل الازمه هذه. يقول لزملائي في البث انه السي كمال حاضر معنا. اهلا وسهلا بك سي كمال. الو مساء الخير سي كمال. السلامه مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. اليوم نحكيو على امطار غزيره شملت ولايه صفاقس وعندنا حقا مشكله كبيره في البنيه التحتيه والعديد من الاطراف متدخلين في حل الازمه هذه اللي هي وزاره التجهيز وكذلك وزاره الفلاحه والجماعات المحليه اللي هي متمثله في البلديات وغيرها. البلديه العديد من السكان يتشكاوا يقولوا البلديه عندها دور كبير في الحد من المشاكل هذه خاصه انها لازم تساهم في معناتها رفع الفضلات او في مقاومه كل ما يخص تعطيل او اعاقه دور القنوات التطهير او الصرف الصحي بالتعاقد معناتها مع ديوان التطهير. سي كمال شنو هو دور البلديه في حل المشاكل هذه؟ هو بالنسبه لدور البلديه واضح معناتها البلديه هي تتدخل في قنوات تصريف مياه الامطار اللي هي في تحت نظر البلديه كما قالوا الاخوين، لكن المشكل المنظومه كما قلت انت فيها عديد المتدخلين وما نعرفوش الحدود. مثلا النجم النجم كله كونه المنطقه البلديه الكل مش مغطيه بشبكه تصريف مياه الامطار، في بعض الاماكن تولي الشبكه نتاع تصريف مياه مستعمله هي شبكه تصريف مياه الامطار، وهذه من ضعف البنيه التحتيه اضافه الى البنيه التحتيه لتصريف مياه الامطار اللي هي قديمه زاد. هنا زاد ثم الوقت اللي نحكيه على حمايه من الفيضانات تولي هيكل اخر. وين الحد بين تصريف مياه الامطار وبين الحمايه من الفيضانات؟ انت تجم مثلا دراسه تو قاعد تقوم بها لوناس على تصريف مياه الامطار دون تشريك البلديه، معناتها ثم تداخل وهذا يخلي النجاعه تنقص وكل واحد يولي يلوج معناتها وين انا حد نتاعي وين التدخل نتاعي. هنا لازمنا نكونوا نرجعوا المنظومه تخدم بصفه عاديه في تصريف مياه الامطار اللي هو تحت اشراف البلديه، يكون تنسيق على مستوى البلديه مع كل الهياكل والدراسات زادت يبدا فيها تشريك البلديه والبلديات خاطر نحكيو على صفاقس الكبرى معناتها كان بلديه تحسن تصريف مياه الامطار والاخرى لا شيء ما عملنا. دونك لازم تشريك البلديات مش يكونوا هما زاد يكونوا قنوات تصريف مياه الامطار مشتركه بين كل البلديات مش ما نوصلوش في الحاله هذه. زاد الاخوين حكاو على الزبله، صحيح احنا تو عندنا منظومه الزبله فيها متعثره شويه بحكم اللي ثم مشكل اخر اللي هو المصب ماهوش قاعد يشتغل، اما حتى لو كان الزبله تترفع بصفه دوريه وكنس وكذا يجم يكون ساشي ولا قرطاس ولا معناتها حوايج بسيطه تسكر واحدة غرقاغ واحد بيت هذاك يخلي البقعة هذيك ما فيهاش تصريف مياه الأمطار. لكن سي كمال ما ننكروش نعم. أنه العديد من الأخيين المتدخلين المواطنين وخرجنا وعملنا تقارير وصورنا معاهم يقولوا أنه فما تقصير كبير في رفع الفضلات خاصة في بعض المناطق اللي هي تعد منخفضة معناتها مش في وسط المدينة، كما نخرج شوية معناتها السلطنية نخرج سيدي منصور نخرج طريق مازال شاكر وغيرها من الأماكن فما برشا
مشاكل وبعد شويه تنشوفوا التقرير. شنو دور البلديه؟ اوكي انت قلت رفع يومي للفضلات لكن فما تقصير، ما نقولوش انه فما تقصير على رفع الفضلات. صحيح انا قلت لك المنظومه ماهيش قاعده تشتغل على خاطر اكبر مركز تحويل اللي هو نهزوله الفضلات وبعد يمشيوا للمصب المراقب، اكبر مركز تحويل توا مسكر لاشكال نجم نقولوا اشكال قانوني وعقاري موروث، على خاطر تبنى عليه مركز تحويل على ارض اللي هي ماهيش ارض دوليه، وتوا ثم الاشكال هذايا قاعدين في نحاولوا نحلوا الاشكال هذايا بكل الطرق، بالطرق القضائيه، بالطرق الحوار المباشر مع المالكي. اما في هالوقت هذايا المصب هذايا مسكر ويعملنا في اضطراب كبير في رفع الفضلات. ماشي يعني الحلول اللي لقيتوها سي كمال؟ ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا الحل المصب هذايا في القريب ايامات ويتحل. كي يتحل المصب هذايا ترجع المنظومه تشتغل، يتحسن رفع الفضلات، يتحسن خير منه. اما ما احناش مش نوصلوا معناتها في شهر ولا اثنين مش نكونوا في مستوى نظافه اللي هو مستوى يرضي الاطراف الكل. علاش؟ على خاطر الرقعة البلديه ممتده جدا، البنيه التحتيه تعرفوها الناس كلها، وقت اللي يمشي الكاميون في طريق اللي هو البنتاسيس في طريق اللي هو غير معبد ولا التعبيد نتاعه ناقص، كيف مش يتعطل، ناقصين اللي كونتينر، منظومه اخرى معناتها كان مش نتحب لها حصه واحده مش تحكي فيها. اما هي صحيح توا هي المختله، قاعد البلديه تعمل في مجهودات مش ترجع المنظومه لمستوى اللي تجم مدينه صفاقس تكون في المستوى رفع فضلات باهي. ما يكفيش رفع الفضلات، حتى لو كانت ترفع كل الفضلات القراط مطيشه في القاعه وكل شيء، هذيك هي منظومه اخرى اللي هي منظومه الكنس. طيب اعوان البلديه بسي كمال، سي كمال قبيله كان تبعت معنا التقرير اللي تعدى، المواطنين قالوا هما اللي صرحوا في البالوعات وهما اللي يعملوا في الدور هذا، البلديات وينها بالنسبه لتسريح البالوعات؟ هذه وقت اللي عندنا الازمه، ثم خليه ازمه اللي هي في الولايه وثم اجراف من الولايه ومن ربي. قداش العدد اللي مرصود للخليه هذه؟ قداش العدد المرصود للخليه الازمه؟ قداش يكون فيها من شخص باش نجموا نشوفوا وين النقائص؟ الخليه اللي في الـ في الـ في الـ في الولايه ولا المصالح اللي خلاتهم البلديه على ذمه الخليه؟ الخليه هي فيها التجهيز وفيها الحمايه وفيها البلديه اللي خلاتهم الولايه على ذمه اللي خلاتهم البلديه. البلديه خلات في المرحله هذيك كل المصالح نتاعها اللي هي يمكن تعاون، معناتها المضخات ما عندناش برشا، وعندنا اربع مضخات ووقت العمل تطلبوا منهم زوزه نبدا واضح. كل التجهيزات، الكماين الموجودين عندنا، التراكتورات والاعوان اللي هما كانوا يخدموا في اشغال اخرى ولاو يمشيوا لتسريح القنوات، وبين ديما التوجيه من خليه الازمه وين يتراكم كثير المياه وكذا، يتوجهوا مع تعاون مصالح اخرى، ثم جماعه من لوناس يخدموا من البلديه يخدموا في الـ في الـ في الوقت هذاك في خليه الازمه، وديما التنسيق في وقت الازمه. بربي سي كمال باش نرجع شويه بيك على الاربع مضخات، معناتها اربع مضخات هذوما قداش عندكم اللي انتم تملكوا اربع مضخات؟ يعني على قداش 10 سنين وانتم عندكم اربع مضخات؟ والله اللي موجود في البلديه اليوم هما اربع مضخات، قداش عمرهم؟ انا ما نجمش نجاوبك تو، ما عنديش فكره بالضبط، اما هما ما عندها قدم. على خاطر اربع مضخات ما يكفيوش ولايه صفاقس، حتى الرقعه الداخليه نتاع ولايه صفاقس ما يمشيوش للحواز. في 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 هما في ضيف عادي ما يكفيوش، انا موافقك، واحنا تو مش نصلحوا الخلل هذايا. في ضيف خارق للعاده كما اللي صار لنا باللي مش يكون امكانيات ما يكفيوش، اما ثم في احنا في دوله وقت اللي عندنا ازمه كيما هكا يقع جلب المعدات من الولايات المجاوره، من البلديات المجاوره، من المصالح الاخرى، من الادارات الاخرى، حتى نجابه الوضع هذايا. كيما وقت اللي يصير الوضع في بقعه اخرى ياخذوا من البلديات ياخذوا، معناتها هذا هو في اطار العمل في وقت ازمه. في ظرف عادي لازمنا نرجع، هو تو احنا قاعدين البلديه قاعده تحضر في برنامج الاستثمار البلدي ولا برنامج الاستثمار البلدي اللي 2014-2018، وهذه من المشاكل ومن النقائص في البنيه التحتيه وفي التجهيزات اللي مش نطيقوا له، مش نحاولوا بالتنسيق مع كل المتدخلين سواء لوناس ولا التجهيز ولا الادارات الاخرى، مش نحاولوا نعملوا برنامج على خمسة سنوات اللي هو
يستجيب على الأقل يبدأ يحسن في البنية التحتية في المناطق السوداء في التجهيزات اللي هي لازم تكون موجودة نحسن الوضعية. حالة البنية التحتية هي ما هي نبدأ نحسنها من اليوم مش في أجل متوسط وعلى الأقل ننهضوا بها لمستوى يمكن مش ما نكونوش في الحالة اللي شفناها نتاع تراكم المياه. باهي سي كمال فما برشا مؤاخذات على بلدية صفاقس وأنا للأمانة نقول لك معناتها اللي صار واللي بلغوني إياه المواطنين كي خرجنا وسألناهم برشا مؤاخذات على بلدية صفاقس. إن شاء الله نسمع بلدية صفاقس تقوم بثورتها باش على الأقل تبدل شوية من الواقع اللي هي فيه فيما يخص تفعيل العمل نتاعها أو الأداء واجبها وكذلك كيف مضخاتها وآلاتها وأعوانها إعادة هيكلة في كل شيء. شكرا لك سي كمال القرقوري مساعد أول كلمة بايك. هو هذا عادي لأن البلدية هي أقرب نجم نقوله أقرب مؤسسة والأقرب إدارة للمواطن. ديما وقت اللي المواطن المدينة هي تتصرف فيها البلدية وقت اللي فيها إشكال بالطبيعة مش يلوم على البلدية وهذا نفهموه. وهذا البلدية تسعى مش تحسن من أدائها وتحسن من تجهيزاتها وتحسن أما وفي إن شاء الله بعد الدستور الجديد وبعد القوانين الجديدة يكون عندها سلطة القرار والاستقلالية الفعلية مش تخدم لفائدة المدينة دون انتظار التأشيرات وانتظار المصدقات من سلطة الإشارة. شكرا لك سي كمال القرقوري مساعد أول رئيس نيابة الخصوصية بلدية صفاقس فيما خص تدخل البلدية. أربع مضخات سي نادر معناتها أربع مضخات عند البلدية وإحنا كما قلت الساعة جايبنا 10 مضخات من الوزارة نتاعنا وزوز مضخات من سيدي بوزيد هيك الموجود ماشي. بلا فما ملاحظة أخرى حبيت نسيقها راهو حتى المواطن عنده دور أساسي راهو على مستوى النظافة وكذلك زاد راهو فما للأسف وهذه ملاحظة هامة يمكن الأمطار هذه ما طرحتهاش لكن مش يجي نهار وتطرح هو البني في حرمة الوديان الوادي نتاع العوابد اللي هو وادي الشعبوني وادي الماء وكذا راهو القانون السيد من الأخ سي جابر تو يزيد يأكد كلامي يزموا يبعدوا على البرج يعني على حافة الواد 100 متر ماهيش موجودة فما عباد راهي مهددة تبني على راهي بانية في حرمة الواد نهار اللي يحمل الواد يجي كريكوية لا يبقي ولا ذر راهو للأمانة راهو يلزم زاد هذا حل زاد ندرسه المواطن يكون واعي راهو راك واحد ابنه في حرمة الواد سواء برخصة أو بغير رخصة راهو يتحمل مسؤوليته نهار يقوم الواد بعد ما يمشيش يتشكى ما تخيلش في رخصة خاطر الرخصة وتعرف احنا نقولوا فهمتوا راهو اللي يبني في حرمة الواد ما يلوم كان نفسه باش نكونوا واضحين راهو القانون يقول لك لازمك تبعد خاصة في المناطق غير عمرانية تبعد على حرمة على حافة الواد 100 متر اللي هي ماهوش موجودة في المنطقة نتاع العويات ماهيش موجودة أنا عندي مشكلة فنية إن شاء الله مش نمليها تو خاطر وقت اللي المشكل الأمانة يعني المنطقة لما تصب شوية تنعزل عندنا أشغال مش تبدا المقاول اللي عرفناه عندنا قنطرة غادي مش مائية كبيرة زادة بون كادر يعني في حدود 700 ألف دينار قنطرة غادي اللي تحل إشكالية المنطقة هيك وتعبيد بعض الآن يعني بروجي كامل في حدود الألف دينار مليون دينار فهمتوا لا وهو زادة مش مائية عندي زادة على مستوى مسلك الوادي السنوسي مسلك البيست نتاع السنوسي يعني وادي العوابت باش نهار اللي تصب مطر تفك العزله لكن الملاحظ انه فما برشا ديار موجودين في حرمه الواد وهذايا معناتها نهار اخر يقولوا لا اداره ولا راهم مسؤوليه المواطن مسؤوليه مباشره في النقطه هذه ونعس جابر يمكن ياكد كلامي وين فيه الاخ معناها حط الاصبع على موضوع كبير ياسر وحنا بكري نحكيو على التصريف من الامطار داخل منطقه بلديه صفاقس لانه كي نشوفوا صفاقس الكبرى معناها ثم توا زحف عمراني كبير ياسر قاعد يسير على حساب الاوديه ومجاري المياه زحف عمراني نون كونترولاب نون متريزابل احياء كبرى قاعده تواكى سواء معناها على ضفاف الاوديه او حتى في وسط الاوديه وخاصه في الجهه الغربيه الأودية الكبيرة متاع صفاقس معروفة اللي هي واد الشعبوني واد عقارب واد المعو هذه معنا الأودية هذه تكونت فيها أحياء كبيرة متاع عشرات الآلاف متاع معناها المساكن وتنظر بخطر لا قدر الله يكون خطر معناها كبير شوية كيف حتى المجرى الطبيعي متاع واد ساق الدير كيف براسك تقريبا طمسة
بحكم البناء العشوائي، وهذه كلها مناطق خارجة مناطق البلدية. فما كيف كيف بعض الأحياء اللي مركزة في مناطق منخفضة في السباق، كما نقول احنا مثلا سبقة الحجام. سبقة الحجام هي في قلب معناها مدينة صفاقس، إلا أنها هي اسمها سبخة، هي معناها مصب طبيعي لمياه السيلان، لكن وقع توا اللي ترانسفورمي على أحياء سكنية. وعملنا احنا دراسة أخيرا، معناها تكفلنا بدراسة اللحظة ذلك، باش تعمل منشآت لتصريف مياه الأمطار يتطلب 20 مليون دينار، 20 مليار لتسهيل تصريف مياه الأمطار داخل منطقة سبقة الحجام. شوفوا معنا حجم الاستثمارات نتاع البنية التحتية في مجال تصريف مياه الأمطار. منين باش تجيبوهم سي فاس؟ بالضبط، مش من مجهول احنا، لان مش مجهول البلدية، لكن احنا قمنا بالدراسة. علاش قلت لك احنا نعاونوا وزارة التجهيز حتى إذا كان ما تقومش فما تدخل، احنا وزارة التجهيز في الأخر وقت الأمر يصعب على البلدية تدخل وزارة التجهيز، سواء بإنجاز دراسة كما قلت لك بصفة الحجاب، ولا حتى بإنجاز مشاريع كما حي التعويضي. حي التعويضي هو في تابع بلدية صفاقس، وكان حي التعويضي يشكو من معناها تراكم مياه الأمطار في كل عام تقريبا، وما ما ينجم يخرج إلا بالضخ، معناها تقريبا الحماية المدنية وقت السحاب يسحب تحط طرمبيطة غاديكا كل عام هذه وفي كل مطر. وفعلا معناها قاعد الأمر يتكرر عدة مرات، فوزارة التجهيز خذت على عاتقها بالقيام بالدراسة، وعملنا دراسة أفضت إلى تصور مشروع متكامل يبلغ الكلفة متاعه تقريبا 6 مليون دينار، 6 مليار دوات، ويمكن إنجازه على مراحل. وفعلا الوزارة زادت مشات أكثر من هكا وخذت على عاتقها، وأنجزنا قسط أول وظيفي سنة 2011 في منطقة في حي التعويضي، والقسط هذا أدى إلى حد معين. شنو تم إنجازه بالضبط؟ خلنا نقولوا العبيد شنو القسط هذا. أي الحي التعويضي؟ حي التعويضي هو كما قلت لك هو المنظومة، هي منظومة متكاملة فيها تقريبا ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هو إنجاز أحواض لتجميع مياه السيلان، لأنه الأمطار هي تجيب قوة كبيرة في وقت وجيز، تركز في مكان معين، عوضا أنه الحي هو منبسط، عوضا أنه يتلمد الماء في الأحياء، قلنا نعمل أحواض يتركز فيها، يتجمع فيها المياه، والأحواض هذه تكون في مستوى الحدائق الموجودة في الحي. هذا المكون الأول. المكون الثاني هو إنجاز مسيل باش يخرج الماء بشوية بشوية، دونك العملية الأولى عملية تجميع الأمطار ثم تخريجها تصريفها نحو البحر. والمكون الثالث هو تحويل المياه السيلان، تجي من فوق، تجي من طريق المهدية باش ما تهبطش على الحي، تحويلها كيف كيف عن طريق مسيل آخر إلى البحر. هذو هما ثلاثة مكونات أساسية باش تكون المنظومة متكاملة، وتولي الحي هذاك محمي إلى نقول احنا التواتر نتاع 10 سنوات، مع الأمطار تجي مرة في 10 سنين يحميها. شو اللي صار وقت جينا نعملوا المشروع؟ اولا المنظومه معناها الجزء نتاع الحواض هذيا وقع تخلي عليه، نظرا الى ان البلديه بصفاقس ما وافقتش على الشيء هذا. دونك المكون هذا وقع الاستغناء عليه بسبب رفض البلديه وحتى المواطنين انجاز الحواض هذيا. فقمنا بانجاز المسيل. المسيل هذا طوله تقريبا كيلومتر من وسط الحي حتى للقناة الكيلومتر أربعة، وهذا معناه رفضت البلدية لأنه معناتها باش لا هم يقولوا كونه ربما الأحواض هذه مش تولي وكر متاع ناموس ومتاع مياه مستعملة ومتاع فضلات، وبالتالي معناها رفضوا الحل هذا. فاحنا قمنا بالكومبوزونت الثانية اللي هي إنجاز المسيل، ثم قلت لك نجموا في أي وقت نجموا نرجعوا لهم الأحواض هذه. والمكون الثالث هو إنجاز مسيل آخر باش يخرج الماء، واللي كان الماء نتاع الحي فقط، الماء اللي يجي من برا من فوق، يجي من طريق تونس ويجي من طريق المهديه، ما يدخلش الحي، يولي يزبو يخرج وحده. فاذا كانت تصير هالثلاثه مكونات هذه، بالتالي معناها تولي الحمايه عندها معناها تواتر كبير شويه. تو لحد الان الحمايه اللي موجوده توصل حتى لعامين ثلاثه، اي معناها الامطار نتاع عامين ثلاثه ينجم يستوعبها. اللي صار معناها في الامطار نتاع 19 سبتمبر كونه صحيح تلبد شويه ماء في الحي، لانه المنشآت اللي عملنا خدمت معناها على اقصى قدره طاقتها، تخدم اون شارج معناها على قدره الساعه. هذاك شنو تعمل؟ هكا شنو تعمل؟ خدمت معناها اقصى طاقتها، والماء بعد زمن قصير معناها تعدى ومشى وما وقع حتى معناها مشكل. فبالتالي اذا كان يقع برمجه سواء التجهيز او البلديه او غيرها، معناها انجاز الدراسه موجوده لمحاله، كل شيء موجود، السفي معناها يكفي باش يقع معناها برمجه الاقساط هذه، ومن شانها باش تحسن
من مردودية المشروع هذا. انت قبيله قلت لي المياه بعد نهار ما لقيناهاش، مشينا للمكان اللي تحكي عليه انت بالذات ومشينا للاماكن المنخفضه وصورنا بعد نهار من الامطار، اسكو الامطار هذه تصرفت والا لا؟ شنو حال المواطن في بعد يوم من تهاطل الامطار؟ كما قال سي نادر بكري 5 دراج عملوا بعمايلهم 60 ولا 65 مليلتر. نتفرجوا في التقرير الموالي اللي يخص الامطار اللي تراكت او ركضت بعد نهار من الهطول، شنو المواطن في سفاق